هذا اللاعب الكبير الى الكره الى الى شوف الكره كره ترجع في الخلف من عند اللاعب خبير مصر نعم سيد الحكم كره ترجع في وسط الميدان عن طريق راس نقل وسط القمود ليس كره سين رونالدو بين من يا رونالدو يا رونالدو با 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 نعم سيد الحكم امتدي بالتغطية خير بن خان توني كروز هنا بنفتياز سوبر كرة من عند لاعب اسكو اسكو هنا بنفتياز رونالدو مور يا إلهي كرة اختراع في وسط الميدان من عند ياسر رسام بكرة الاسمون توني كروز يبدا كرة من عند لاعب الكبار شوف التسويق جول لا اوي 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 يا رونالدو اوي والله في الحقيقه كانت الكره ملهمه الله 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 ممكن جول ممكن جول كريستيانو رونالدو اوه نادي القطري 32 الله على كرة الابداع الكرة كلاسيكية كلاسيك والعالم بها السيناريو يسجلون من لا يتعلمون يلعبون من لا يخدمون اسمه نادي برشلونة كرة خطيرة اخر كرة ليون ميسي ميسي جول ميسي ونادي من ورياضة الله على كرة الابداع والله في الحقيقة سوالي سوالي وهذا اللي يكون